اسمحوا لي في هذا العرس في الاحتفاء والاحتفال بثورة 30 يونيو أنني سأبتعد عن الإنشائيات وسأركز على حقائق ووثائق في محاور ثلاث. المحور الأول، لماذا ثورة 30 يونيو؟ والتكييف الفقهي الإسلامي أقدمه لأبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ويهود. وأيضا في الآخر الرئيس السيسي حفظه الله وشؤون دينية ثم اقتراح. بالنسبة لثورة مصر في 30 يونيو من الناحية الشرعية، إن ثورة الدولة المصرية من السواد الأعظم من جموع المواطنين وقرار أهل الحل والعهد في الواقع المعاصر، ويتمثل ذلك في مشيخة الأزهر الشريف، الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية الكبرى، قادة أفرع القوات المسلحة، الشرطة المدنية، أحزاب سياسية، الهيئة القضائية، وما ماثلهم في القرار التاريخي بعزل الدكتور الرئيس الإخواني محمد مرسي العياض، هي ثورة صحيحة من الوجهة الشرعية لاعتبارات مهمة في عجالة، وهي: واحد، الاستبداد السياسي المتمثل في إعلان دستور يدعى القرارات مقدسة على خلاف الشريعة والدستور ومبادئ الشورى وحقوق الإنسان. اثنين، هيمنة حزب سياسي ينتمي إليه الحاكم المعزول، الحرية والعدالة على مقدرات الدولة والاستحواذ عليها وإقصاء الغير. ثلاثة، مخالفة الرئيس المعزول لما استقر عليه العمل من الوفاء بالمصالح العليا للوطن ومواطنيه، وليس الانحياز لطائفة على حساب آخرين. أربعة، مخالفات جسيمة أحاطت بترشيح الرئيس المعزول، حيث دفع به حزب سياسي منسوب إلى الدين زورا، مخالفة للشرع الإسلامي المطهر، حيث قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية 159 من سورة الأنعام، وقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية. هذا الحزب الإخوان السياسي أكره المواطنين بضغوط الدين جنة ونار وثواب وعقاب وما لا يحسن ذكره من رشاوى للناخبين. خمس، معاداة جماعة الإخوان وحزبهم ورئيسهم المعزول للوطن بمؤسساته وأجهزته ومواطنيه، بوقائع ضد الأزهر الشريف وعلمائه وهيئاته، وضد كنائس مصر بل وضد شعائر المسيحيين، وإهانة الهيئات القضائية وشيوخ القضاء الأجلاء في آخر خطاب للرئيس المعزول وللمؤسسات الإعلامية، والتدخل في خصوصيات الجيش وأجهزته المهمة بلاد، للتشتت بين تعليمات وسياسات قوى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وهي غير معتبرة دستوريا لإدارة البلاد، وبان سياسات حزب الحرية والعدالة الساعي لسياسة ومخططات التمكين. سبعة، تعريض مصالح البلاد للأخطار. ثمانية، السعي لتمكين قوى غير مصرية من مقدرات الوطن. تسعة، رفض الشعب المصري لهذه التصرفات. انتقل إلى